تحية سام أبو يير، وما زلنا نتداول أيضا داخل قناة سعرية صاعدة. وزي ما قلنا بالنسبة لنا إحنا ما زلنا لنا مزيد من الصعود. عملنا أول موجة اللي هي واحد، عملنا اتنين، ده كله تلاتة، وإحنا استهدفنا الصعود ده. حاليا بنتوقع الموجة الرابعة زي ما قلنا، وبحث عن قمة جديدة. أي تراجع زي ما إحنا قلنا للمنطقة اللي هي دي، اللي هي المنطقة الممتدة، ممكن ناخدها كمان لحد هنا كمان. اي تراجع للمناطق دي اللي هي ما بين 57 لحد مستويات ال 55 هي فرصه للتعزيز للبحث عن قمه جديده. وما زال سهم ابو قير له مزيد من الصعود، ولسه فاضل لنا كمان موجه تانية بعد الموجه الثالثه دي، نستهدف الموجه الخامسه الى ان يثبت العكس. طيب اي حد خايف من سهم ابو قير وبيقول ان السهم ممكن يهبط، السهم ممكن يهبط في حاله واحده، لو كسر مستويات ال 52 ونص او مستويات 52 واستقر تحت منها هبتدي اقلق منه. لكن طالما انا فوق مستوى ال 52 جنيه فما زالت النظره ايجابيه للسهم، وبالتوفيق.